داك الاخ الجزائري اللي معاك اللي واش نكمل ولا انا ولا كمل، قلت لك عبر كما تشاء. ما الاتحاد رسميا منظمه اسمها اتحاد المغرب العربي الا اذا كان تم تغييرها من طرف الحكومات، اما اسمه هكذا. مقبول صافي، لنتجاوز الموضوع، لنتجاوز الموضوع. اولا استاذ الهاشمي، عندي ملاحظات على القناه ديالك، عندي ملاحظه على القناه ديالك. كتكتبوا في هذا اسميتو المراسل من الصحراء الغربيه، هل هناك شيء اسمه الصحراء الغربيه؟ بالنسبه للتليفونات، كاين المغرب يا متصل من الجزائر يا متصل من موريتانيا يا متصل من شي دوله اخرى، واش البوليزاريو عندهم لانديكاتيف؟ انا ما عندناش، اتكلم من المغرب. احنا ما عندناش مراسل، لكن اذا اتصل بينا انت. لا ماشي مراسل، ماشي مراسل، لا ماشي مراسل. مثلا انا دابا انظروا الى التلفزه. نعم. انا دابا سميتو فاش كيتصل شي واحد كتعرفوا البلد من يتصل. لا كي انت تتصل تقول لنا انا احمد من المغرب، نقول لك مرحبا بك، ورقمك يبين معنا في الصندوق زي ولكن الرقم 212. ديالي، الرقم ديالي باين ديال المغرب. صح واش صح كاينه شي دوله سميتها الصحراء الغربيه؟ اذا اتصل بنا عند واحد، الجزائريين اذا اتصل بنا ما شخص، يمكنش اللي اتصل يا من المغرب ولا من الجزائر. طيب اذا اتصل بنا واحد من اسبانيا وقال انا راني اصلي من الصحراء الغربيه ونحب نتكلم وعرفوني من الصحراء الغربيه، نقول له لا لا. ولكن دكتور انت تكتب مداخله هاتفيه، مداخله هاتفيه من انت ما تحبش كلمه الصحراء الغربيه تظهر على الشاشه صح؟ لا، لان ما معترفش بها دوليا، ما كاينش الانديكاتيف ديال البوليزاريو. كاين الجزائر الان، ولا ما هو اسبانيا الان ولا... عندك سؤال محدد لمصطفى بونيف الان بعد ما عبرت على رايك. عندي سؤال مصطفى بونيف، بونيف ما الجزائر. انا عندي سؤال. تفضل تفضل. ما يحرك الجزائر هو الحقد الدفين للمغرب. حتى بالنسبه ل 63 انا ولد الرشيديه، انا قريب الفقيق، الجزائريين هما اللي هجموا على المغاربه، قطعوا النخل وداو الجمال وداو الماشيه لعباد الله. انا ولد المنطقه وعارف شنو وقع. المغرب رد الهجوم الجزائري ولقنهم درس، ماشي المغرب اللي تعدى على الجزائر، الجزائريين اللي هجموا، ومع الاسف باسلحه مغربيه اعطاها المغرب المرحوم الحسن الثاني للدوله الجزائريه لمقاومه الاستعمار الفرنسي، ولكن مع الاسف وجهوها ضدنا. طيب واضح، خلي علق الاخ مصطفى. شكرا احمد على اتصالك، شكرا على اتصالك. ناخذ الاخ احمد، الاخ مصطفى من الجزائر يرجع على كلامك. تفضل يا مصطفى. اولا بالنسبه للاخ المتصل من المغرب، انا لما قلت خراف انا ما كنتش نقصد فقط المغرب، انا كنت نقصد كل الدول التي تنصلت من اخلاقها ومن عروبتها ومن قيمها وهرولت للتطبيع ولتقبيل أحذية القتلة كما وصفهم الشاعر نزار قباني رحمه الله في قصيدة المهرولون. فأنا لم أقصد المغرب فقط، أنا أقصد يروحوا جملة كامل مع بعضهم، كل دولة وضعت يدها في يد الصهاينة هم خراف يصطفون أمام المقصلة بما فيهم المغرب. هذا أمر يجب أن ننتهي منه ونؤكد عليه. فأنا لم أقصد الشعب المغربي ولكن أقصد الأنظمة العربية التي تهرول نحو التطبيع، هذا أولا. ثانيا، الجزائر لا تحركها الأحقاد مثلما تفضل الأخ، لا أبدا، الجزائر تحركها النخوة. هذا هو، هناك شعب يرفض أن ينضم تحت راية المغرب، حرر بلده بدمه. الشعب الصحراوي كافح وناضل ضد الاستعمار الإسباني، ثم قاوم أيضا الاتفاق الذي أبرم ما بين المغرب وما بين موريتانيا من أجل اقتسام هذه الأرض كأنها قطعة كعك. يعني هذا قالوا يدي النص الفوقاني والاخر يدي النصف التحتاني وانتهى الامر. يعني الشعب هذا اللي كان محتل وكان يحارب وكان يناضل ضد الاستعمار ما كانش.
فالجزائر مثلما تقف مع القضية الفلسطينية، نحن نتشرف الآن، لكن لما نتكلم عن المغرب ونقول ونعاتبه ونلومه لماذا وضع يده في يد الصهاينة، هذا ليس تدخلا منا في الشؤون الداخلية المغرب، يطبع والله يسال عليه، هذا أمر ما في الأخير يعني لا يعنينا، هو يعني هم والتاريخ سوف يسجلها عليهم، هم يسجلاش علينا احنايا. ولكن احنا لما نثير هذا الموضوع نتاع التطبيع نثيره في إطار من المفروض كان بين العرب جميعا اتفاق على من أجل تحرير هذه القطعة العزيزة علينا اللي هي فلسطين، عزيزة على كل عربي وعزيزة على كل مسلم، لا ركن من أركان الحج، لا راحت لنا أولى القبلتين. من المفروض أن تكون كل الجهود العربية مش فقط الجزائر ولا المغرب، مفروض مصر إلى حتى مصر لما طبعت علاقاتها مع هذا الكيان الكريه سنة 79 قطعها جميع العرب ونقلوا جامعة الدول العربية من مصر من القاهرة وأخذوها إلى تونس، عندما كان لما كان للعرب بقايا من النخوة. لما نثير هذا الموضوع نحن لا نتدخل في الشأن المغربي، ولكنه جرح ينزف داخل كل عربي وكل مسلم غيور. من المفروض هذا الكيان الكريه اللي هو الكيان الصهيوني، من المفروض لا يخلوهم أقلك يعزلوهم على الأقل من الجانب العربي. لما نشوف ننأسف لما نشوف المثقفين والإعلانيين والفنانين يبررون هذا التطبيع ويقولون بأنه لا مش تطبيع كامل، مجرد تطبيع جزئي. يا أخي ما تفتحش أي قناة بينك وبين العدو الصهيوني، هذا راه يحتل أرض ليست ملكه، هذا راه ما زال يغتصب، ما زال يقتل، ما زال يدمر، ما زال يعني الجرائم نتاع الكيان الصهيوني مستمره الى غايه هذه اللحظه، وتروح انت تدير معهم علاقات، امر عجيب. فنحن نقف مع الشعوب المستضعفه والشعوب المظلومه، ايضا في الدوله الجوار، الدوله اللي مجاورتنا اللي هي الصحراء الغربيه، هناك شعب يرفض ان يدخل تحت النظام المغربي، كافح من اجل تحرير ارضه بالدم. راك عارف المغرب الان راهم يقولوا حررنا الصحراء الغربيه بالمسيره الخضراء، انت كش ما سمعت بارض تتحرر بمسيره، سبحان الله العظيم، لازم تكون كاينه حتى رصاصه لم تطلق من اجل تحرير الصحراء الغربيه من المغاربه. الشعب الصحراوي قاوم وكافح وسقى ارضه بالدم، ثم جاءت موريتانيا والمغرب قالوا ندوها، قاوم الشعب الصحراوي قاوم هذه الاتفاقيه وخرجت يعني تنازلت موريتانيا. موريتانيا تنازلت نعم أن المغرب نعم. عرض على موريتانيا تقاسم الصحراء. خلينا نعطي فرصة للأخ حمزة يرد على النقطة هذه تحديدا، لأن المشاهد يسمع فينا، المشاهد العربي، المشاهد التونسي اللي ما عندوش خبرة كبيرة بموضوع الصحراء، المشاهد الليبي اللي ما عندوش خبرة كبيرة ربما يحتار عندما يسمع هذا الكلام. يا أخ حمزة، هل تحب أن ترد على ما يكرره الأخ مصطفى من أن المغرب عرض تقاسم الصحراء على موريتانيا؟ ما ينطق به الزميل الصحفي من دولة الجزائر الشقيقة هي اسطوانة تتكرر لأزيد من 40 سنة، لم تؤتي أي ثمار ولم تنتج أي غلة أو حاصد. الواقع هو الواقع، هنالك ثوابت وروابط تاريخية للقبائل الصحراوية المغربية مع العرش العلوي المجيد، وهذا مثبت بحكم الوزارة بمحكمة العدل لاحق. هذا من جهة. المغرب حينما قام بالمسيرة الخضراء كانت صلة رحم ما بين الشمال والجنوب، ولم تكن مسيرة دماء حمراء، هي مسيرة سلم وتعايش. اليوم الواقع يجسد على مجالس المنتخبة على المستوى، خليه يكمل يا مصطفى، خليه يكمل على مستوى الجهات وعلى مستوى مشروع الجهوي المتقدمة. الذي يسير الصحراء المغربية اليوم هم المنتخبون، هم أهل المكان وأهل الدار، والمشاريع التنموية تقول ذلك، وكذلك تقارير لجان حقوق الإنسان لجان الجهوي. بالتالي أنا أعتقد أن أي مغالطات تاريخية فهي ليست والدة اليوم إن جاءت من قبل الزميل الصحفي من الجزائر، لكن الأرقام تثبت كل شيء، تفند ذلك. 160 دولة لا تعترف بجبهة البوليزاريو، متى كانت البوليزاريو عضو في مجلس الأمم المتحدة؟ متى كانت عضوة حتى في الاتحاد المغربي العربي بحد ذاته؟ متى كانت فقط خطأ وقع في الاتحاد الإفريقي بقبول عضوته؟
عضويتها وانسحب المغرب من المغرب. واليوم هناك تقارير إعلامية وتحليلات سياسية تقول على أنك أزمة 28 دولة من أزمة 250 دولة تسعى إلى طرد البوليزاريو من اتحاد إفريقيا. وهناك مسعى أيضا إلى تصنيفها إلى منظمة إرهابية لأنها تتاجر في الأسلحة والممنوعات والمخدرات والتجارة البشر واحتجازها للعشرات والمئات العشرات الآلاف من المغاربة داخل مخيمات تندوف. هذا واقع. لكن حينما تزور المغرب اليوم، هل إغلاق الحدود المغربية الجزائرية أثر على الاقتصاد المغربي؟ قطار الفائق السرعة من طنجة إلى الدار البيضاء في ساعتين فقط اليوم إذا أتيت إلى المغرب. طرق السيارة تربط المغرب شماله بجنوبه إلى شرقه. الطيران المغربي يربط كبريات دول العالم وكذلك إفريقيا. اليوم حتى مجموعة من الأمور. أنا ما جيش نتكلم فقط عن المنجزات وعن سنة 2021 وماذا ستعرف، لكن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يعتبر بنقطة نهاية. وكما قال أحد الخبراء الأمريكيين في تحليله الموضوع، قال على أن اليوم هذه حقيقة، وعلى أن الذي لم تعجبه هذه المسألة فعليه خيارين. الخيار الأول إما أن ينطح رأسه على الحائط، أو ثانيا أن يتقدم بشيء